Soomaaliland waa ku nusqaan xisbi qaran wa abuurta ay ku saabsan tahay faalideena warku waana qalankii Maxamed Saciid Maxamed waxa la yaaba ah in xisbi qaran oo doonaya in hoggaanka dalka qabta uu yiraahdo ma aqoonsanin xukuumadda xogayaha warfaafinta xisbiga wadani oo u warramiyay barnaamijka Focus on Africa ee BBC da ayaa ku tiraabay wax cadawga Soomaaliland uu xataa ka xishoodo oo ah xaqiraadda dimuqraadiyadda iyo dawladnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland محمود تامع قلال وحكى بان شيخ الديمقراطية هي حرية القول كسومالي لان اسقو كدوضي ان لافتوبي شرعية دي دالكا وحاو كومر قدي سؤال لوي دي او اهيد ان موقف كا اي قاتين اي ربشد اي تاقر ياشدو كسومين ايال قوالا دا او عرقلت كوكينا ايو حسلوني دا دالكا وحانو دليل واي ايدها بين عبور كا ايو ننكاتي كشيغي عيدما دا امانكا وحافج عيسى إن عدة هجان كدلك أو هنجوري كجترة أي حدنا أقول بريليسو إن يكون حد جدبان دولة نمدا سومالان إسبيضا محارد كا وحاول أكسن إن يكون نقدان جدك قد أحد الله أي عقد سارين كاسو يكلكون مدونان عواقب حمو آن مهدين دونين حالا جدبون إن أيدان جدول كا دورشون كا أي كسو صارين جددا دورشون كو هذيك اللي وحافل الكود هرسي كرا إن سيجان دورشدا أوردا أو ضلكو أنقاقي وديار جروبي دا وقدام بنتي اسبيدا معارض كاهي ومهر جليان إن دونان تلدا تلكا يجا وهذا مش حابين يا شرعية